قواكم الله جميعا والحمد لله. رد موسم السفر والناس قاعد تسافر وتروح وترد. انا ودي انصحكم بجهاز انا ماخذه من بس اليوسفي وانتم بكرامه، هذا اسمه البيدت او الشطاف المتنقل. الحين انت لما تحجز في الانترنت في مواقع معينه او برامج معينه يبين لك ان الفندق الفلاني بالدوله الفلانيه في الشطاف وانتم بكرامه. الحين انت بنفس الدوله عادي جدا تكون رايح رحله، تكون رايح تنام عند رفيجك او احد من معارفك، تكون رايح مطعم وتوهق. لما تروح وانت بكرامه بيت الراحه الا ما في الهوز. فالجهاز هذا ايش الحلو فيه؟ وايد متنقل، يشتغل عن طريق البطاريه مني ومطارته من نوفي. تخيل هذا اللي يحميه وهو مطارته، تبطله تركبه وكذي تقدر تستخدمه. الحين انا بوريك طريقه استخدامه شلون. بالطريقه هذه تبطل الكفر ماله، بعدين عندك الكفر ماله نفسه تعبيه ماي، عقب عندك بنفس الطريقه بس بالعكس ترد تقفله. شوفوا شلون، راح تلاحظ انه ما يسرب. غير كذي الجهاز هذا ضد الماي، تبطل الجهاز بالطريقه هذه وراح تلاحظ ان عندك الراس تقدر تشيله وتفره ب 180 درجه. يعني حتى انت لو تبي تنظف بيبي عندك ياهل شيء وايد راح تكون مرتاح بعمليه التنظيف. في عندك انت نوعين من ضغط الماي اللي يتم باستخراج الجهاز نفسه، وراح تلاحظ ان الماي اللي يطلع من الجهاز ما يوقف. كذي عندنا اللو، هذا اللو وهذا الهاي، لو هاي، اطق هاي مره ثانيه يوقف. هذه القطعه هم تي مع الجهاز. الحين القطعة هذه تركب على مطاطير الماي. مطاطير الماي الغطاء مالها قياسها يسمونه عالمي او اليونيفرسال، القياس واحد ما يتغير. فاي قياس مطارة ال 250 ملي، 500 ملي، اللتر ونص، كلها تركب على الغطاء هذا. عقب ما تركبها تقفل الجهاز بالشكل هذا، بس كذي صار ذاهب ونقدر نشغله. مثل ما تلاحظون الجهاز شغال باستخدام مطارة الماي. فأخذ لك البيدت أو الشطاف المتنقل ولا توهق عمرك وفمال الله.